السلام عليكم بنات، صافا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. سمحوا لي غبرت عليكم هذه الايام صراحه، اي شي ظروف وصافي غادي نبارطاجيه معكم مباشره مور هذا الفيديو. هذا مهم، هذا الفيديو خاص، هذا ديال المحكمه ديال بابا. راكم عارفين يعني كل نهار كتكون عنده جلسه ولا شي حاجه كنقول لكم شنو كاين. دابا حنا حاليا براسنا ما عارفينش اشنو كاين، غادي نمشيو للمحكمه. شحال في الساعه في اللحظه؟ دابا هو راه كل اثنين عنده مع الوحده، وديما مهم مع الوحده كل اثنين. صراحه مخلوع علي انه يقدر يكون اليوم الحكام، يقدر يكون اثنين جاي، ولكن ما عرفش يقدر يكون اليوم ولا اثنين جاي. يعني كاع ما بقى والو، حتى الا كان اثنين جاي ما بقاش بزاف ديال الوقت، وغادي يكون الحكام من بابا وان شاء الله يكون خير. فهمو انا مأثره نفسيا بزاف بزاف، حيت وقعوا لي اصلا شي حوايج انا غادي نبارطاجيهم معكم وغير هذا الصباح. المهم كما قلت لكم هذا الفيديو غير ديال بابا، غادي نقول لكم اخر المستجدات. المهم راني كنوجد راسي. المهم قبل يعني هذه واحد يومين مشيت لديفاكتو، كنت قديت شي حوايج الا بغيتوني دابا نبارطاجيهم معكم. وبينهم هاد ديباردور هادي خديت في الالوان، داكشي مزيونه عجبتني، لي كولور زوينين. ومشيت للبارا فارماسي خديت، انا بغيت اكرومات وهي اللي كنت قلت لكم. وانا لابو ديالي دابا انا كنعرق بزاف، فهمتوا؟ وما خصنيش انايا شي اكرون تكون غاس، حيت ملي كنعرق بحال كدوب وكتولي خايبه، وفي شكل كنعرق بزاف ماشي غير شويه. داكشي علاش قلت للسيده تعطيني شي اكرون مات على الاقل تكون شويه. قلت لها ملي نعرق ما دوبش، قالت لي لا. هذه ديال لاوش بوزاي، المهم غادي نجربها والا عجبتني غنقولها لكم. بالنسبه للبنات، حيت انا عارفه بزاف ديال البنات بحالي اللي عندهم لابو غاس وكيعرقوا، والى عجبتني دابا نقولها لكم. كنديروا لاكروم حيت شوفوا انا غادي نكحل، حيت هاد الشمس ديال فاس وداكشي، تكحلي تكحلي ما تهربيش كاع من السموريه، ولكن كوميم كتحمي شي شويه، يعني ماشي كاع والو، فهمتي؟ ماشي كاع تخرجي هكاك بوجهك والو، المهم كتحميك شي شويه من بزاف ديال الحوايج. ممكنش تخرجي بلا لاكرون واخا تكوني كاع في مدينه الشمال، داكشي المهم ضروري لاكرون سولير، ضروري لاكرون سولير. صافي هي اللي كندير، وكتبقى لي كيبقى لي داك البريو في وجهي. خصني ندير بودغ ليبغ باش كتبقى لي مات نيشان، كتعجبنيش داك لابريونس. ها الغلط اللي كندير هو انا اللي كندير وجهي وما كنديرش عنق. بنات انا ما غاديش نقطع. صافي صافي اوكي يلا فوقاش غتخرجوا نتوما، ما تخرجوش من الطلين. لا انا راه كيعرف الطاكسيات وهذا، غتخرج معاك اختك كوسين محمد سيفطيهم في الطاكسي، حيت ما غتلقاوش باينه طاكسي تاع الا لقينا ثلاثه غنطلعوا في ثلاثه باينه. ونقدروا يقدر يكون الزهر ما عرفتش، ولكن ما تبقاوش تسناو وتضيعوا الوقت، سالي فطيهم راه عندها الفلوس ديالها. صافي 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 نتلاقاو في المحكمة ان شاء الله. اوف عرفتي انا قلبي غادي يطلق وحق الله، زعما هاد الايام اصعب ايام حياتي، اصعب ايام حياتي. صافي دابا ساليت غادي نرجع ديال بودغلي بصراحه، يعني زوينه من فلورمار، وكنت خديتها انا بشي 130 درهم بحال هكاك، وكدوز بزاف هادو شحال، وهي عندي كدوز بزاف ومازال تدوز زوينه. صافي ندير شويه ديال هي باش ندير الضو وجه هنا ممشيش شحتة، غادي ديال فون دو طون ندير بيها شوية ديال الكونتور هكا.
انا سبحان الله واخا نكون مدمره حتى للطرف المكياج سبحان الله العظيم الدم غادي ليا في الدم. ندير هادو بحال كيفيقوك من النعاس حيت كيكون عينك بحال ما بايناش هي شويه باش ما يزاد هنا داك لي فيديو صافي صافي ما خدمتهاش كاع غير باش يبان صافي اصلا ما مشيتش لشي بلاصه اليوم نمشي للمحكمه نشوف شنو كاين ولا كان شي حكم راه ضروري كنبقاو نتسناو على برا ان شاء الله يكون الجل صافي هو اللي ولا كيعجبني بزاف هاد الصيف هذا ما بقاش كتعجبني شي حاجه من غيره ملي كندير الجل كنرتاح من شعري ونجي ندوش صافي انا عندي هاد البلاصه خاويه من خلوق هكا البلاصه عندي في شكل هاد البلاصه ماشي بحال هاد البلاصه هاد البلاصه عامره وهاد البلاصه هكا خاويه من الدبا شتي الفرق بين هادي وهادي وي دخل جا يلا صافي ساليت ندير له بحال هكا دابا غادي نخليكم شوفوا المهم دايزه ياكم يلا خليكم معايا نمشي نشوف فين. المهم البنات رحنا جينا هنايا انا واختي اي فاطمة الزهراء ثاني صافي ايوا حنان شانيل لاباس عليك والله ملي كنشرب العصير هو ولد ديال ولد اختي 15 اخت حنان شانه هذا وهذه دارها العم اللي داز شي هاد العام ها وركي لي هاد دارها العم اللي داز هذه شي هاد العام. المهم البنات دابا يلا خرجنا من المحكمة المهم رحنا يلا خرجنا عرفتو راه المشاكل وحق الله راسي طاب انايا بالهضرة وعيت. المهم راه تخيلوا معايا من الوحدة ونص حتى الثلاثة ونص وحنايا في الجلسة وغير ديال بابا غير ديال بابا من الوحدة ونص الثلاثة ونص بالضبط يعني ساعتين تلمقانا غير الموضوع ديال بابا بوحدو. وين دابا حنايا جالسين هنايا غنمشي للطاكسي ونمشي للدار
وديك الساعه سعاد نقدر نجلس ونشرح لكم شنو كان. الشمس بزاف ولا راسي طايب صافي اخويا اسمح لنا والله دابا كلشي كيتعكس فهاد اللحظات. دابا يلا جيت للدار وغادي نهضر معكم شويه شنو وقع في الجلسه. ما غاديش نعطي بزاف ديال التفاصيل ولا كاع المهم يعني غادي نقول لكم كاع داكشي اللي مهم مهم بزاف. دابا يلا جيت للدار فهمو فيه واحد الجوع خطير لانه منين مشينا مع 11 تقريبا ولا 12 تقريبا المهم بحال هاد التوقيت هذا وحنا جالسين حتى لدابا ديال 4:30. المهم انا عييت الباتري فاب باغا دابا غير نعس واخا عندي البيرمي بغيت نمشي ولكن والله ما صافي تساليت نورمالمون موالفه كل نهار عند بابا الجلسه كنمشي في العشيه البيرمي كنكابر ولكن هاد النهار داز علينا بزاف تخيل ساعتين تما المكانه وكثر اكثر من ساعتين غير منين دخل بابا حتى سالاو منين بداو معاهم مرافعه حتى سالاو هذه ساعتين ابا فاش كنا جالسين في الجلسه قبل شي ساعه. المهم بزاف ديال الحوايج تقدريش تحملهم والستريس ابا يعني الوقت وشحال جالسه والستريس شنو غيكون تسمعي شي حوايج اللي كيعصبوك كتسمعي شي حوايج اللي كيستفزوك كتسمعي بزاف ديال الحوايج اللي ما يتقبلهمش اي انسان صراحه يعني الله يكون في العون. هاد الايام اللي كنمروا منها ماشي سهله كاع. المهم بالنسبه للناس كل واحد واش كيقول كيقول لك هو مازال ما سالينش الجلسه والناس دايرين لايفات كيقول لك راه حكموا عليه بثمان شهور راه دارو حنا مازال ما سالتش الجلسه هادي زعما باز والله الا باز الناس كتسبق الاحداث كتسبق العرس بليله حتى حاجه مفهومه. الجلسه تقريبا كانت عامره بالناس اللي معانا ومن الناس اللي ضدنا. مهم عامره من اجل الموضوع ديال بابا تقريبا هادشي اللي لاحظت لانه منين سالت الجلسه كلشي ناض بقاو غير ناس قلالين اللي غادي يشوفوا العائلات ديالهم وصراحه يعني طولت الجلسه بزاف زعما الله يكون في العوان اللي كيتسنى عاوتاني شي ناس عاوتاني واحد اخرين من طرف ديالهم ولا راه بزاف انا نتسنى واحد ساعتين كما كان وموضوع ماشي موضوع ما كيهمنيش الصراحه صعيبه. المهم ما نكثروش هاد المواضيع بزاف. قلت لكم شفت بزاف الناس يعني تخرجوا كيهضروا تمام شهور هكذا براءه مهم بزاف ديال الهضره والحقيقه ديما كتسمعوها من قناتي قناه لبنى قالت ميما هادو هما اللي كنجيب لكم خبر اكزاكت كاينه شي حاجه كاينه ما كايناش ما غاديش نكتب لك انايا في هالحكم هكذا ونقول لك انا ونعطيك مغالطات وتمشي غلط. المهم انا ديما كنقول لكم شنو كاين شنو كاين. اليوم ما كانش حكم اليوم في الجلسه كان فقط مرافعه وكان نقاش وكان جبدوا التفاصيل ديال القضيه هادشي اللي كاين في الجلسه ديال اليوم وكانت واحد المرافعه اللي طويله بزاف. ومهم يعني كل واحد المحامين ديالنا الله يجازيهم بالخير يعني حتى هما قاموا بالواجب حتى هما هضروا حتى هما دافعوا على بابا بواحد القوه اللي بردت لي قلبي صراحه يعني شكرا لهم بزاف شكرا لهم. هادشي اللي غادي نقول بابا كنشوفوه ديما سبحان الله العظيم كنشوفوه كيتهز من القلب خصوصا فاطمه الزهراء لانه هي ما كتشوفوش لا في الزياره لا في شي حاجه هي يعني محتاجه انها تشوفه كل مره كتشوفه كتشكل وانا خصوصا هاد المره شفته بديت نبكي يعني شي مواقف صعابين تيدوزو علينا ملي كتشوفي باباك منط ملي كتشوفيه غادي يترافع وغادي يدخل داك قفص الاتهام وديك الشيء مع العلم انه في عائلتنا شحال هادي ما عمر شي واحد في عائلتنا دخل الحبس حتى ملي دخلوا كلهم تقريبا يعني دخل امي دخل بابا حتى الزوج ديالي الله يطلق سراحو شي اللي كاين. المهم موضوع ديال بابا هو انه اليوم ما كاينش حكام اليوم كانت فقط واحد المرافعه كانت مرافعه وفوقاش غادي يكون الحكم ان شاء الله بعد اسبوع. هادشي اللي كنت قلت لكم في الاول الفيديو وقلت لكم الا ما كانش اليوم غادي يكون الاثنين اللي جاي يعني 10 شهر 7 غادي يكون الحكم بالتاكيد
بالتاكيد غادي يكون الحكام ديال بابا، وشنو غادي يكون الله اعلم، ما عارفينش. هادشي اللي غادي يبقى مفاجاه على الجميع لينا كاملين، وان شاء الله يا رب تحن القلوب، لان واخا نقدر نقولوا غلط، ولكن ماشي الضرر ديال انه كلشي يجي ضده بحال ما عرف شنو داير. في التالي كيبقى انت هضرتي وهذا هضر وكلشي هضر، كلشي هضر في التالي. ما جيش ان هذا الانسان داير 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 وواحد وكل الناس مظلومين غير هو اللي كيظلم، مع العلم ان حتى هو كيتسب، حتى هو كيتعاير، حتى هو كيتظلم، حتى هو كيتحقر، حتى هو كيبقى فيه الحال. وكيفاش هنا خصنا نكونوا منطقيين؟ راه حتى الاب تعرض لاتهامات، وماشي غير اب، راه انا كلنا العائله كلها باكملها بكبيرها بصغيرها، كلشي اللي كيبان معانا حنا في قناتنا كيتعرض للهجوم، تعرض لاتهامات، تعرض راه بزاف. حطيت واحد الحطه على هاد العائله اكثر من القياس، اكثر من القياس. وشوفوا راه انا ما غاديش نقص نهضر بزاف في هذا الموضوع، لانه خصني نتبع المسطره القانوني ونمشي للقضاء، لانه فعلا عيقتوا على هذه الاسره، مع العلم انه كاينين اسر اللي شوفوهم كيعوموا بالدبياس في لابيسين، شوفوهم شنو كيديروا وكيديروا شي حوايج وباينين. الاب كيبان عريان، البنت بالدبياس، هادشي باين، كيبانوا بزاف بزاف ديال الحوايج كيبانوا. احيانا باسنا شنو فيه في الباسنا، شنو فيه باش حنا كنشروا الفساد، وحنا كنشروا العهر، وحنا كنديروا، وحنا شغل شي حد، راه واخا نكونوا فيه كنشروا الفساد، مشغول حتى واحد. سيروا شوفوا الناس اللي كتحزم في تيك توك وتشطح، هذوك هما اللي كنشروا الفساد، وتعلي تعلي وتعلي وتعلي وتعلي، هذوك هما اللي كنشروا الفساد. هذوك لا ماشي يشوفوهم حتى شي واحد، كيشوفونا غير حنايا. هضروا على هادوك شويه، جبدوا هادوك شويه، ولا كتجبدوا اللي بغيتو وتخليوا اللي بغيتو. المهم حنا في هاد الزمان هذا ما الظلم كثر 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 بزاف، خصوصا شافوا القضايا ديالنا كيوكلوهم طرفة الخبز، قضايا ديالنا كيطلعوا لهم في لي فيو، قضايا ديالنا مدخلين بهم الصرف. صافي مادام اننا مدخل الصرف بهاد العائله غادي نبقى نضرب فيها حتى الثالثه، نشوفوا هادشي فين يوصل. ورا ما غتخرج طرف حتى شي واحد، انا تنقولها اي واحد كيضرب فينا، ما ضرب فيا ما تهضر فيا مزيان، خليني غير ترونكيل، انا هادشي اللي تنعرف غير ترونكيل. انا واحد الانسان كيعجبها الحريه بنادم، انا تزاديت حره، راه ربي علاش فرق الريوس باش تجي تقول لي انت لا علاش دايره هادي، ولا انت علاش دايره هادي، ولاش لابسه هادي. راه ندير اللي بغيت في حياتي، نخرج حتى عريانة ما سوق حتى شي واحد، نخرج دايره 10 كيلو ديال المكياج ما سوق حتى واحد، نمشي لفين ما بغيت، الاماكن اللي بغيت ما سوق حتى واحد، ندير في حياتي اي حاجه بغيتها ما سوق حتى واحد، لان راه هو اللي كيشوفنا واللي محقو يعاتبني. وانت ولا انت اللي كتبغيو تعاتبونا، انا عارفه انكم نتوما دايرين اكثر منا اكثر منا. واحد اللي يمشي مع البنت لوطيلات وكذا وكذا وكذا، ويجي في التالي فاش ما يلقى ما يدير كتشوف المشاهده هبطت، تينوض يعايرني انا محيد دايره هنا شي حاجه غير مفهومه. المهم بزاف د الحوايج وبزاف د الهضره، ولكن سكت حسن. انا ما غنذكر حتى واحد وما غادي نجيب حتى واحد، ولكن كل واحد توصلوا شكايته لدارو، ولكن هذا الشيء كياخذ شويه الوقت، ماشي سهل، ماشي سهل عليا، خصوصا انني بوحدي بزاف ديال الحوايج، ولكن غادي نبقى واقفه على هذا الشيء هذا، لانه فعلا تزاد فيه اكثر من القياس. كنشوف الحقره اللي تحقرنا، كنشوف انه هذا الاب هذا اوكي نقولوا انه حتى هو غلط، حتى هو هضر، حتى هو واخا انا كنقول هذا حتى بين العائله، كنقول بابا حتى هو كان بزلت لسان حتى هو شويه، ولكن كان كيدافع على راسو، ولكن في الدفاع فاش كنجيو ندافعوا كنبقاو نحطوا غير على هذا الاب هذا شنو داير، وغير على هذا الشيء شنو داير، ولكن شنو دار له ما كنهضروش، ولا على الاخطاء اللي دارها الطرف الاخر ما كنهضروش على هذه الاخطاء، هذه كنهضروا غير الاخطاء اللي دارها هو، وهذا راه حشومه وعيب وعار. ولكن في الاخير كنبقى نفكر انا كلشي غيموت في الاخير، دات المهزله كامله، كنا في التالي غنتخفوا في واحد القبر، واحد الحفره، وفي التالي هادشي كلشي غادي يسالي شي دايم بدا
يمشي يدخل الحبس مؤبد راه يموت، يدخل الحبس 30 عام حتى اللي غيموت، اللي حر دابا ربي مخليه على هو حتى هو غادي يموت في الثاني، وكل واحد غادي ياخذ الجزاء ديالو، واللي ما خداش في الدنيا غياخذو في الاخره. وهادشي بابا اللي وقع له انا كنقول الحمد لله والشكر لله على كل حال. علاش؟ لانه كيأدي الواجب ديالو والعقاب ديالو في الدنيا، انا فضل ليا على انه يأدي في الاخره، فضل ليا. وكنتمنى حتى انا نأدي في الدنيا اي حاجه درت، كنتمنى نأدي في الدنيا وما نأديش في الاخره، والحمد لله على كل حال. انا عارفه راسي مزيان وشنو كندير، انا عارفه راسي مزيان فمن غلطت فمن هضرت فمن ظلمت فمن، عارفه راسي مزيان هادشي كامل مستوعباها، وكنلقى راسي انا دايره بزاف د الحوايج زوينين، كنلقى راسي كنغلط مره مره، ولكن كنلقى راسي ما دايره حتى الربع في النص ما عرف شنو، تا 2% من داكشي اللي دايرينو الناس. انا الا هضرت كندافع على راسي، ولا كندافع على واحد الطرف من عائلتي، الا هضرت كيكون واحد الموضوع اللي كيغلي ليا في قلبي، وما كنهضرش وما كنقصحش بنادم. مع عمري اديت بنادم شرف وانت داير وانت فاعل وقصحت ودبرتو مزيان، وعمري اصلا جبت شي واحد، والناس اللي كتجبدنا كاملين واغلبيتهم ما عمري جبدتهم حتى بالاسم ديالهم، وما عمري قلت دايرين ولا فاعلين. لاش غادي تضربوا فيا؟ ناس الاخرين قصيرات، انا دابا ما بقيتش قصيره، ولكن فاش كنت قصيره الاخرين قصيرات، ولكن انا لا، انا دايره وفعله وتركه، وهادشي كان خطير انكم كنتو كتضربوا فيا. وخا ما نكونش قصيره وكنقولها ونعاودها، واخا تكون في عمري 40 عام ولا 50 عام، راه ما حق حتى واحد انه يجلس يشهر بيك ويجلس يتهمك باتهامات خطيره. وباش من حق؟ باش من حق؟ راه كديروا شي حوايج لا اله الا الله، وحسبي الله ونعم الوكيل. اش اللي غادي نقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل على هذا الظلم هذا اللي ظلمتونه، والظلم ظلمات يوم القيامه، الظلم ظلمات يوم القيامه. انا اش اللي غادي نقول؟ لا اله الا الله، راه الدماغ حبس، دماغ طاب، سير المحكمه، هبط المحكمه، سير المحكمه، هبط المحكمه، هذه هي الحياه دابا. ولكن الحمد لله كتشوفوا بنادم غا دار شي حاجه في حياته زوينه كتحطوا عليه وكتقنيو عليه، ولكن بغلط من بابا هو اللي فتح لكم هذا المجال، هو اللي النهار هضرتوا فيه ما وقفش على حقه، وكان يكون وقف وبنص كلمه كان يوصلكم، ولكن انا غادي نوصلكم ان شاء الله وبقدره الله سبحانه وتعالى، لان انا ما غنسمحش في حقي، وانا ما تنسامحش، انا اذا ما تنسامحش ومادام اديتيني ما نسمح لكمش كاملين اللي ادوني، ما تنسمحش لا الدنيا ولا في الاخره. هادشي اللي غادي نقول. انا في النهار راني فريمون مصوبه بزاف على هادشي اللي واقع على بابا، على هادشي اللي واقع في حياتي، على الظلم هذا. وفي التالي كما خليتها قبيله كلشي غادي يموت، كلشي غادي يتحاسب عند الله، وكنا غادي ناخذ حقنا، وربي راه كيشوف وعالم ما في القلوب، وكلشي كيشوف ربي وعارف الظالم من المظلوم. هادشي اللي كاين وهادشي اللي غادي نقول. المهم اسمحوا لي بزاف، وكنشكر الناس اللي جاو اليوم، شكرا حنا شانل، شكرا تشتيب، شكرا ياسف قنيطري. المهم انا ما كنعقلش صراحه بزاف هادو اللي باينين ليا، وخصوصا انهم لينا بعيده. وشكرا الناس اللي جايين تطوال، جايين كل واحد وصراحه من جاو اللي من فاس وكيجيو. وبعدا واحد السيدات كل نهار كنلقاهم هنا في المحكمه جلسات بابا، كيدخلوا خصيصا ليه وكيساندونا، شكرا لهم بزاف بزاف. لاي واحد كيساندني حتى في التعاليق شكرا لكم. يعني دابا حنا فهاد الوحده كنحتاجوا غير ناس توقف معاك ولو غير بكلام طيب، يعني ما شنو غدير لك، لان ما عندها ما دير، كيف ما انا ما عندي ما ندير اصلا، ولكن كتوقف معاك بكلام طيب وكتحس راه معاك ناس. وهادشي اللي كاين البنات، غادي نخليكم دابا حتى الفيديو الجاي. ونهار 10 شهر 7 غادي يكون الاحكام، وكنتمنى زعما كنتمنى انه يكون الحضور ديالكم، خصوصا انه نهار غادي يكون الاحكام، والله يدير الخير وصافي. هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف بزاف، تبقوا على خير.